هنروح لمحاكمة مرسي. النهاردة محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان في اتهامهم بقتل متظاهرين قدام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012. أجلتها الجلسة بكرة لمشاهدة مقاطع الفيديو على السيديهات اللي بتحتوي على مقاطع للأحداث اللي حصلت في اليوم ده. كانت المحكمة شافت 13 مقطع من 34 ضمن الأحراز المقدمة من النيابة. نروح لخبر آخر برضو متعلق بمحاكمة مرسي. النهاردة محكمة استئناف دائرة 29 قررت تأجيل طلب المتهمين محمد البلتاجي وصفوة حجازي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون واللي طلبوا فيها برد المستشار شعبان الشامي. أجلتها لجلسة 3 مارس لإحضار المتهمين.